عندما يتوقف قلب الشخص وتنفسه فجأة فإن ذلك يعرف بالسكتة القلبية. قد يحدث في أي مكان، في البيت، في العمل، في الأماكن العامة، ويمكن أن يحدث أمامك. يجب عليك الاتصال ب999، ولكن بدون البدء بالCPR الفوري فإن فرصة النجاة تتلاشى خلال دقائق. الCPR الفوري على الأقل يمكنه أن يضاعف من فرصة النجاة. الCPR سهل التعلم. بتعلمك الCPR يمكن أن تنقذ حياة، وقد تكون حياة شخص تعرفه. CPR saves lives. CPR ينقذ حياة. I want to be a hero and save lives. أنا تعلمت CPR.